وللمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور السيد، بعد التحية، إذا نحن أمام اتفاق تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة التغيرات المناخية. برأيك يا دكتور، كيف يساهم هذا الصندوق في دعم الدول النامية لمواجهة تحديات الكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتباس الحراري؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا في البداية صندوق الخسائر والأضرار هيكون ليه دور مهم جدا في إلزام الدول الكبرى، الدول الصناعية، في التنمية الحقيقية لمواجهة التغيرات المناخية، خصوصا في القارة الأفريقية. القارة الأفريقية كان لديها العديد من المشاكل، سواء في البنية التحتية أو في أيضا أزمة التغيرات المناخية التي نالت العديد من الدول الأفريقية خلال الفترة السابقة. فأرى أن هذا الصندوق طبعا لأنه ملزم من قمة المناخ، القمة التي هي لديها قرارات تنفيذية وتسريع في تنفيذ تلك القرارات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على التنمية المستدامة والحفاظ على أيضا الرقعة الزراعية والحفاظ على الإنسان خلال الفترة المستقبلية. طيب دكتور، شهدنا إشادات دولية خاصة من الدول الإفريقية والنامية بشأن جهود مصر لإنشاء هذا الصندوق، صندوق الخسائر والأضرار. كيف نثمن تلك الجهود، خاصة وأن مصر أخذت على عاتقها منذ القدم وحتى الآن حمل مطالب الأشقاء في القارة الإفريقية حتى خلال مؤتمر المناخ COP27؟ طبعا الدولة المصرية هي دولة ذات قوة سياسية وإقليمية ودوليا، وهي الدولة الرائدة في القارة الأفريقية، وأعتقد هي التي تتحمل مواجهة تلك الأزمة في أفريقيا، وهي التي ستكون لها دور فعال في الاستثمارات أيضا، لأن الفترة القادمة تحتاج إلى الاستثمارات العابرة للحدود في العديد من دول أفريقيا للحفاظ على الكيان الأفريقي. فبالتالي مصر هي الكيان المهم والكيان القوي في القارة الأفريقية، وأعتقد أن تلك القمة ستكون ملزمة بشكل كبير جدا لتنفيذ الاستثمارات الضخمة في المشروعات الخضراء، ومصر ستكون رائدة تلك المشروعات بما لديها من كفاءة عالية في تلك المشروعات، ولديها استقرار سياسي واستقرار اقتصادي. أيضا هذا المؤتمر دليل على أو شهادة ثقة في الاستقرار الاقتصادي في مصر، وده هيكون ليه مردود كبير جدا على الأداء الاقتصادي الداخلي، وانعكاسه أيضا ليس على الوضع الداخلي فقط، ولكن أيضا على الأشقاء في القارة الأفريقية للحفاظ على الدول والحفاظ على جميع التغيرات المناخية ولمواجهة تلك الكارثة التي تضرر العديد منها في القارة الأفريقية. طيب دكتور، أخيرا لو تحدثنا عن التنظيم الرائع والملفت أيضا والمبهر الذي قامت به الدولة المصرية وحصل على إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، كيف تثمن مثل هذه التنظيمات لمثل هذه المؤتمرات وانعكاسها على الاقتصاد المصري في هذا الوقت الراهن؟ الدولة المصرية أصبحت نموذج اقتصادي يحتذى به في جميع القطاعات، سواء من ناحية التنظيم المؤتمرات العالمية، وده هيكون ليه مردود مهم جدا، انعكاس على طبعا الاستقرار السياسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية. أيضا هيكون ليه دور مهم جدا في ترويج السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في زيادة العملة الصعبة. أيضا ده هيكون ليه يعني دور هام أو دور محوري في فتح الأفاق الاستثمارية مع العديد من الشركات العالمية التي كانت مساهمة في طبعا المؤتمر المناخ، وده طبعا هيكون ليه انعكاس كبير جدا على الاقتصاد المصري، زيادة حجم الاستثمارات خصوصا في الهيدروجين الأخضر ومدى تصدير الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة. فبالتالي هناك مردود مهم جدا طبعا على أداء الاقتصاد المصري وإشادات دولية. الإشادات دي بتعطي ثقة كبيرة جدا لدى المستثمر، سواء المستثمر المحلي أو العربي أو الأجنبي، فبالتالي ستكون هناك توسيع لقاعدة الاستثمارات في مصر. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.